سويسرا مش البلد اللي تسمع عنها إنها مشهورة بموارد طبيعية، بالعكس دي بلد كلها جبال وبس كده، وبالذات قبل الثورة الصناعية كان الحال فيها صعب جدا، وهي تمتلك موقع استراتيجي في وسط أوروبا. غير كده هي معزولة، يمكن كل العوامل دي هي اللي دفعت السويسريين إن هم يعملوا تجربتهم الخاصة، وهي دي القصة اللي جاي أحكيها في فيديو النهاردة عن الصناعات والخدمات السويسرية اللي خلتها في مكانة عالمية. اتأكد انك عامل لايك ومشترك في القناة ومفعل الجرس، ويلا احكي لك القصة من اولها. كون ان سويسرا بلد قاحلة ده ما منعش سكانها ان هم يبقى ليهم نشاط رعوي خاص بيهم، والتميز في صناعة الاجبان المشتقة من الحليب، حتى لو جيرانهم اتجسسوا عليهم لمعرفة السر، وده دفع السويسريين ان هم يبتكروا اسرارهم في الصناعة دي، واكتشفوا ان الجبن بتقل فرص فسادها كل ما الوقت مر زيادة، وطلعوا الجبنة الإيمنتال كأول علامة تجارية سويسرية. معظم أصحاب الابتكارات السويسرية جت من ناس مهاجرين أو من نص محليين، زي اللي حصل مع هايدريك نسلة اللي جه من سويسرا هربا من الملاحقة السياسية في ألمانيا، واختار إن هو يشتغل في مجال وهو الصيدلة، وفعلا نجح إنه يطلع بمشروبات غازية هي أولى منتجاته في الصناعات الغذائية. واللي صنع نجاح نسلة مش المشروبات الغازية، لا ده لبن الأطفال كبديل عن حليب الأمهات، وتخرج الشركة من الحرب العالمية التانية مش هي مفتوحة لشراء الشركات الصغيرة التانية علشان تبدأ انطلاقتها. دايما لما حد يحب يفخم ساعته أو حتى مواعيده يقولك أنا ساعتي سويسرية. في القرن الـ14 ما كانتش صناعة الساعات بالزخم اللي عليه دلوقتي. مع بداية اضطهاد البروتستانت في أوروبا بدأ يتوافد على سويسرا مهاجرين من باريس معاهم أسرار الصناعة بشكل متقن للغاية، عشان تبدأ الصناعة في الانتشار. وكانت في البداية بتكلفة ودقة مثالية، لكن مع الوقت الإيد العاملة السويسرية بقت مكلفة شوية، وده رفع أسعار الساعات عشان تبقى بداية تخصيص المنتجات السويسرية للطبقة الأرستقراطية فقط. لحد بداية القرن الـ19 كان لازم نقلة هي اللي تعمل اسم لصانع الساعات، والنقلة دي جت فعلا من رولكس، أول شركة صممت ساعة عشان تتحط على المعصم بعد ما لاحظوا إن بداية نهاية ساعات الجيب قربت. وفعلا مع الحرب العالمية الأولى الجنود أثبتوا دقة الساعات الجديدة علشان رولكس تحتكر صناعة النوع ده من الساعات. كون إن سويسرا واخدة اتجاه الحياد من زمان ده خلاها مقصد للجميع، حتى كمان لما كانوا بيبقى مرتزقة كانت بتبقى علاقتهم طيبة بالجميع حتى بعد انتهاء الحرب، وهم تجار شاطرين جدا وبيتاجروا مع الكل، ومش مهم معاهم الحكومة اللي بيتعاملوا معاها فاسدة ولا لأ. هم خرجوا نفسهم تماما من دايرة السياسة وتعقيداتها، فده خلاهم ياخدوا السلع بأقل الأسعار، والحروب اللي بتبقى وبال على غيرهم فبالنسبة لهم بتبقى مصلحة. قطاع الخدمات المصرفية اللي سويسرا أثبتت فيه تفوق كاسح على الكل برضو من منطلق الحياد، الكل وثق فيها إن مش هيجي يوم وتجمد الأرصدة تحت أي ظرف، ده غير السرية ومستحيل التعامل على الحساب إلا من صاحب الحساب نفسه. إدارة الثروات كمان حاجة بتشتهر بيها البنوك السويسرية، وفي الوقت اللي أوروبا كانت ولعة فيه من الحروب أرصدة البنوك السويسرية كانت بتعلى. البنوك دي قامت على أنقاض أوروبا، لكن إخفاء البنوك السويسرية لأرباحها السنوية ده خلاها موضع شك من أصحاب رؤوس الأموال، علشان تبدأ في أول التسعينات تتجه أكتر للاستثمار المصرفي بدلا من خدمة الأثرياء. قطاع تاني تميزت بيه سويسرا هو قطاع النسيج. في القرون الوسطى صناعة النسيج في سويسرا كانت عادية جدا وبدائية جدا، ومش بيستخدموا القطن كمان في الصناعة دي، لحد ما وصلت كلمة السر تاني، المهاجرين اللي جم من فرنسا وإيطاليا ودخلوا الآلات في الصناعة دي، وفتحوا عين السويسريين على تطور كبير كان فايتهم. وكالعادة مع الإتقان السويسري في أي صناعة استهدفوا برضو الطبقة العليا من إنتاجهم. ومع الثورة الصناعية سويسرا ما كانتش مساهمة فيها تماما، وده هم أدركوه كويس جدا، وقرروا إن هم يلحقوا التطور الصناعي في أوروبا علشان يستوردوا الآلات من بريطانيا ويدرسوها كويس ويعرفوا نقاط ضعفها، ويصنعوا الآلات الجديدة تكون ما فيهاش نقاط الضعف اللي في الآلات البريطانية، ويعيدوا بيعها تاني في الأسواق. كمان بعد الحرب العالمية التانية وهجرة أطراف الحرب لسويسرا ده تنوع في العقول اللي جات للبلد، وعشان كده سويسرا اتطورت جدا في صناعة الكيماويات
وكانت أول من أنتج مستحضرات التجميل في الوقت ده. موقع سويسرا بين شمال وجنوب أوروبا إداها فرصة لتقديم خدمات لوجستية في عمليات نقل البضائع من الشمال للجنوب أو العكس، وبالرغم إنها كانت متأخرة في تشغيل السكك الحديدية بسبب نقص الطاقة وطبيعتها الجغرافية الصعبة، إلا إن مع وجود القاطرات البخارية سرعت سويسرا لإدخال السكك الحديدية للبلد علشان تبقى أكتر بلد في أوروبا في كثافة السكك الحديدية، وأبدعوا في رسم الشبكة دي عشان تتوافق مع طبيعة البلاد الجبلية، وكل ده كان بيخدم على عمليات شحن البضائع ونقلها. سويسرا هي البلد اللي سجلت براءة اختراع الخرسانة المسلحة، ومعها عرفوا يشكلوا الجبال زي ما هم عايزين، واكتشفوا الثروات الخام اللي موجودة في الجبال دي، ومع وجود الخرسانة قدر السويسريين يبنوا السدود عند مصبات الجبال، ومن السدود قدروا يحلوا مشكلة الطاقة اللي كانت دايما ملازماهم. وفي الآخر دايما نقول، هل النجاح ده انه لازم يستمر؟ ده سؤال مش بيخاف منه السويسريين، لأن هم اختبروا كل احتمالات الفشل قبل النجاح، وتمتعوا بأهم سمات رواد الأعمال الناجحين، هو التسامح مع الفشل. انت بتلاقي معظم الدول بتبقى سريعة جدا في إنقاذ قطاعاتها اللي بتمر بأزمة، لكن اللي اتعلمته سويسرا ان كل ده مفيش منه فايدة، وان اكبر جميل الحكومة ممكن تعمله للشركات المتعثرة ان هي تفضل بعيدة عن السوق، ولو الشركة دي معرفتش تنقذ نفسها فهي وفرت على الحكومة والاقتصاد كتير من الجهد لإنقاذها.